اليوم واحد تيخرج يقول لك لا هذوك جمهور ديال الرجاء، باش عرفتي انت شحال هذه وقعت نفس المشكله؟ كنتو تقولوا بان بعض الناس يلبسوا، راه كاينين بعض الناس يتربصوا، يجوا من اي مدينه، ما نقولش انا من تطوان، يجوا من اي مدينه عارفين بان الرجاء لعبه ولا الوداد اي فرقه، تيلبسوا الحوايج ديالهم وتيدخلوا وسط الجماهير ولكن تيستغلوا تيستغلوا هذه نكمل هذه ونفضل تيستغلوا الفرصه تيلبسوا تتبان لك بان لابس التوني ديال الرجاء ولا التوني ديال الوداد ولا التوني ديال الجيش وتيديروا الشغب. اليوم انا اللي ما عجبنيش بزاف هاد ثلاثه الايام فكلشي خدا كلمه وحده بانه جمهور ديال الرجاء، علاش الجماهير الاخرين تتقولوا المحسوبين على جمهور ديال الرجاء؟ ونعاود نكرر انا ضد الشغب الان تخرج بانهم محسوبين. لا دابا بزاف ديال الخارجه، لا بزاف ديال الناس يقولوا بان شوف الشغب اللي بغي يدير الشغب راه باين، لان اليوم فاش تشوف بان الجماهير اللي تنعرفوا اللي في ارضيه الملعب اللي تفرج بالكاميرا العاديه ديال الماتش كانت الاجواء اخويه، هذاك هو جمهور ديال الرجاء، هذاك هو جمهور المغرب، هذاك هو جمهور ديال الطا